السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بيكم على قناة دكتور كمبيوتر. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك وتفعيل الجرس. هنتكلم النهاردة عن موعد إجازة عيد الأضحى لكل من السعودية ومصر. هنبدأ بمصر، هنقول إن مصر قررت إن تبدأ عيد أو إجازة عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق 1/9 سنة 2017، وهو أول أيام عيد الأضحى، وتستمر مدة الأجازة مدة 4 أيام بحيث تنتهي مساء يوم الثلاثاء. بمعنى أن مدة أجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الجمعة الموافق 1/9 بالنسبة لمصر، وتنتهي يوم الثلاثاء، ويبدأ الدوام الرسمي في القطاعين الحكومي والخاص صباح يوم الأربعاء 5/9 سنة 2017. بالنسبة للسعودية، فأجازة الخدمة المدنية لعيد الأضحى لسنة 1438 هجريا، على حسب ما أعلنته الخدمة المدنية بالسعودية، أن مدة أجازة عيد الأضحى ستكون 16 يوم، حيث ستبدأ يوم الخميس 2/12/1438 هجريا، وتنتهي يوم السبت 18/12/1438 هجرية، حيث سيبدأ الدوام الرسمي يوم الأحد 19/12/1438 هجرية. وبهذا تكون إجازة عيد الأضحى 16 يوم، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية باليوم والبركات.